بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، ما شاء الله على هذا الانطلاق 23 اكثر كثافة وجماهيرية في هذا الشوط، ما شاء الله 23 شعار من اصحاب السمو الشيوخ وابناء القبائل وشوط الزمول وهدير الزمول، ما بيهون حتى خط النهاية ما شاء الله. اتمنى التوفيق للاخوة المشاركين والمتابعين في هذا الانطلاق الجميل والمميز. مشغل محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه هو في المركز الثاني، صوغان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم محمد بن يمعه جبيله، وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك غرام ناصر محمد بن هزيم على ثالث المراكز، وفي المركز الرابع هنا اللي في المركز الرابع من ياتي طماع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميني، وفي المركز الخامس ما شاء الله الخوار لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن علي بنواس. هكذا هي النتيجة حاضرة مع هذا الانطلاق الموفق، ما شاء الله اتمنى التوفيق والناموس للجميع ما شاء الله. هاي النتيجة أيها الأخوة حاضرة مع هذه الشعارات الجميلة، هذه الشعارات المميزة هنا الحاضرة في هذا الشوط، واللي في المركز الأول ما شاء الله مشغل محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة اللي في المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني ما شاء الله هناك نحن بنسير مع غرام ناصر محمد بن هزيم، وفي المركز الثالث وصل زعفران سمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع هناك صوغان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد المكتوم محمد بن معبد بيله، وفي المركز الخامس ما شاء الله، واللي في المركز الخامس بنقول هناك من الجانب الثاني ما شاء الله لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد ورجل مكتوب اللي هو الخوار مع عبد الله بن علي بنواس. مشغل في المركز الاول ما شاء الله تبارك الرحمن اداء جميل، ولكن 23 شعار ما شاء الله، في شعارات لن يحن موعد دخوله الا عند الكيلو. بذكر هناك بذكر ولكن مشعل ما شاء الله مميز أداءه، جميل أداءه، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. وفي المركز الثاني بنقول اللي في المركز الثاني غرام ناصر محمد هزيم محمد على ثاني المراكز، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن على الخوار، هناك اللي بده يغير ولا بنقول زعفران بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي المركز الرابع طماع مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس الخوار لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم عبد الله بن علي ابو نواس. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة للمراكز حاضرة مع هذا الانطلاق، حاضرة مع هذا الأداء، أضحك ما شاء الله الأداء الجميل والمميز ما شاء الله، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. مشغل أشغلهم عن بقية المراكز، أشغل الجماهير عن بقية المراكز، منافس ما شاء الله على المركز الأول شعار محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة اللي قبل الشوط هذا روح مع من هناك؟ مع متعب 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 ما شاء الله، وهنا عينه على النقطة الثانية ما شاء الله. كلمه شوي بس خلي يسوي عرض للجماهير، جماهير متابعتنا اولا باول ما شاء الله. بينما اللي في المركز الثاني هنا غرام
لناصر بن محمد بن هزيم. وفي المركز الثالث شعار شبه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. وفي المركز الرابع ظاهر بن نمع بن حارب المهيري. وفي المركز الخامس لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله خلاص خلاص خلاص. أوه. نبغي نكيف ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. عيني عليك باردة عيني عليك باردة. بسم الله عليك. نتمنى لك إن شاء الله هناك في المحافل في المحافل في المحافل لك في الحافل. فرت الكرة على مرة ويا بن حلوه والحذر لا تحركه غافل. من سرعته والله لالي خايف يفره خايف يفره من سرعته من أداء الجميل والموفق. انفرد عن بقية المراكز انفرد عن بقية المراكز. سلام عليكم يا أهل الخوانيج سلام عليكم يا أهالي الخوانيج. واسعد الله صباحكم اسعد الله صباحكم صباح الفل والناموس والأداء الجميل. هاي لحظات وصوله إلى خط النهاية مع الفوز والناموس. المركز الثاني للسيد ناصر أو ناصر بن محمد الهزيم. المركز الثالث للسيد ضار بن نمع بن حارب. المركز الرابع لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد مكتوم. هيض خامسا أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة. 6 دقائق التوقيت الزمني 35 ثانية 34 جزمة الثانية. تهانينا والناموس.